مشاهدينا الكرام صباح الخير عليكم وعلى سلامتكم. كما راكم تشوفوا هذا هو النت. اليوم ان شاء الله راح نكتشف فطور الصباح في تركيا. على بالكم فطور الصباح يختلف من بلد لبلد. احنا في الجزائر نسقاو قهوه حليب كاطو بالك خبز بالمعجون والزبده، ولكن هنا في تركيا فطور الصباح يختلف تماما. قعدوا معايا راح نكتشفوا هذا الفطور الصباح هنا في تركيا. يلا تبعونا. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا كما قلت لكم اليوم راح نفطر فطور صباح تركي. قلنا الفطور راح يختلف من بلد لبلد. احنا في الجزائر على بالكم نتقهوى وقهوه حليب كرواسون يعني عادي، ولكن هنا في تركيا الفطور تاعهم يختلف تماما. انا جيت لهذا المكان، مكان جميل بزاف، وهذا المكان اللي اسمه سمت هايدا سمت سمت كافي. سمت كافي مع صديقي هو صاحب المحل، راح نفطروا انا وحتى هو داوي الناض نضنا كيف كيف. دونك راح نفطروا فطور صباح تركي وراح يشرح لنا واش هو فطور صباح تركي، يعني واش يفطروا في الترك صباحا، يعني يختلف تماما. راح تشوفوا يعني هنشوفوا الفطور تاعهم. مرحبا. مرحبا. مرحبا، انا اليوم جيتك باش نفطر فطور الصباح. اول شيء هو ياخذوا الشاي كما راكم تشوفوا هنا، ياخذوا الشاي شاي شاي اللي يقولوا شاي. احنا نقولوا الشاي في الجزائر ولا لاتاي، هما يقولوا شاي، ولكن يختلف كذلك. هما يشربوا شاي ولا الشاي الاحمر كما راكم تشوفوا. اول شيء يحضروا الشاي الاحمر، وراح نشوفوا درك الفطور تاع صباح. تفضلوا معنا. اوكي، راح نشوفوا مع بعض فطور صباح تركي. هما ياكلوا مع الصباح ماشي كيما احنا، ياكلوا بزاف مع الصباح ماشي كيما احنا. كما راكم تشوفوا مشاهدنا الكرام انا راني راح نكتشف حاجه اللي ما كنتش نعرفها اللي هي الخفاف. سفنج، شوفوا سفنج نديروه بشيشي 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 يقولوا له هما بشيشي. الخفاف تاعنا كما راكم تشوفوا احنا نديروه ثاني الخفاف ونسقاو به الصباح. بطاطا مقليه كما راكم تشوفوا، بطاطس بس والريتشل دس بال كامك كريا 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 بال كايمك باي كارما بال كايمك بال كايما كايما اجوكا اجوكا هذا حار اجوكا تشوك جرما حار ايه تشوك جرما اجوكا حار بو ريتشل هذا معجون ريتشل زيتين زيتين ليش زيتين زيتين احنا في الجزائر نقولوا زيتون يس تشوك تركي زيتين 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 يموتا يوموتا حبابيت عربي اك اك باي 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 يوموتا بين يوموتا يوموتا بينس بينس خشر خشر تشيتشيل تشيتشيل. كما هناك تشوفوا ثلاث انواع تاع الجبن، ديس بينس بينس خشر خشر تشيتشيل تشيتشيل. بودا سلام سلامة بودا مهلمة 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 كافاتدا اولماز اولمازي مهلمة بيزده. Tamam, bizim, tamam. Bizim kahvaltımız çok güzel. Bu, öncelikle söylüyorum, Cezayir'de buraya hoş geldiniz. Uh-huh. Sefalar getirdiniz. Uh-huh. Türkiye'miz güzel, Türkiye'yi tanımak da güzel. Biz de sizin oraya imkanımız varsa, bizim de sizin oraya gelip sizi tanımak da güzel olurdu ama işte imkanlar uh-huh. el vermediği için herkes uh-huh. yapamıyor. Uh-huh. O da bizim televizyoner işi herhalde. Bizim kahvaltımız, biz gençlere hitap ediyoruz. Bizim buradaki kahvaltı dükkanları hep öğrenciler geliyor. Okumuş insanlar mesela öğrenciler hep üniversite. Öğrenciye hitap ediyoruz. O yüzden bizim kahvaltımız kaliteli ve güzel uygun olsun. Fiyatı uygun olması lazım yani. Uygun olsun ki öğrenciler gelsin. Yani az paraya çok kahvaltı diyor bizim. Yani benim sloganım az paraya çok kahvaltı. Aha tamam. Az para verecek. Güzel kahvaltı yapacak, memnun kalacak, gidecek. Şimdi bu mıhlama, çatal al. Dokre müşerine kerem, rahin şufu. Kifeş, ana aman arafş, ve lakana hiyuridi kifeş ne? Kifeş mıhlama, biraz soğumuş, soğumasaydı. Mıhlama. Mıhlama, mıhlama harika. Sen çatal okay. karıştır. Okay. Bu çok güzel mıhlama. Mıhlama, dokun duka, unkulkum veşnu had mıhlama. Evet, mıhlama güzel. Kaldır. Ha. Maşallah. Mıhlama çok güzel.
Maşallah. Bir de böyle çeviriyorsun. Böyle çevir, 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 çevir. Çevir, çevir, çevir. Ondan sonra çevirebildiğin kadar çeviriyorsun. Böyle. Ondan sonra yiyorsun. Gel. Nasıl? Mıhlama çok güzel. Bınıyla bizzat. Sokakta mıhlama meşhurdur bizde. Hı? Mıhlama meşhur bizde. Şurada pişi, pişi de ye. Pişi. Hala ne kuruluğu hıfaf hada? Pişi. Spincule'l hıfaf. Bu hamurdan oluşuyor, hamur. Ekmek hamuru. Hı. Biz bunu fırından alıp hamuru dinlendirdikten sonra yumak haline getiriyoruz. Yumak halinden sonra böyle ezip yağın içine atıyoruz. Yağ çıktıktan sonra da bu hale alıyor. Çok lezzetli. Bu da bizim kahvaltıda olmazsa olmazımız, pişimiz zaten. İşte patates, her şey var bizde kahvaltıda. Ödün vermemeye çalışıyoruz. Bir de Ramazan ayı geliyor. Ramazan ayında inşallah oruç tutanlar az ama yapacak bir şey yok. Ben şahsen oruç tutuyorum kendim. Tamam. Sabırsızlıkla bekliyorum Ramazan'ı. İnşallah. Teşekkür ederim. Bekleriz kahvaltıyı. Teşekkür ederim. Kim ara kutufuğum şimdi kerem. فطور صباح ولا احلى كما راكم تشوفوا الخفاف بطاطا مقليه الاجمال انواع تاع الجبن عندكم معجون عندكم الحار عندكم بيض عندكم زيتون طماطيش معدنوس خيار هذا خيار هذاك صغير يعني الصباح ياكلوا حتى يشبعوا يعني ياكلوا مليح ياكلوا مليح من بعد يروحوا للعمل تاعهم زين وردان جلاله ده برا دعوه يديروا سنتات هذا تمام تشكرات مشاهدينا الكرام ساعه تكون عجبكم هذا الفطور تاع الصباح واكتشفتوا فطور صباح تركيا ولا صديقي راح نفطروا لانه هذا وين نبغى راح نفطروا راح نخليكم بخير وعلى خير شكرا مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا في حصتكم وصول الطبخ في تركيا كما جرات العاده والعواد اليوم جبت لكم حلوه اللي معروفه في تركيا وبنينه بنينه بزاف 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 وكنت ذقتها انا في تركيا معروفه كذلك اللي هما قطايف اللي معروفه كذلك في سوريا ولكن في تركيا طعمها خاص وبنين بزاف بزاف هذه القطايف اليوم راح نعطيكم اسرار تاع الوصفه خطوه بخطوه ولكن قبل ما نبداو الكيفيه والمقادير وطريقه التحضير تاع هذه الكيفيه ان شاء الله تكون خديتوا الكراس والسياره هكذا باش دبنوا كل المقادير طريقه التحضير تاع هذه الكيفيه قلنا اليوم راح نحضروا القطايف هذه القطايف واش نسحقوا هنا تاخذوا كيله اللي تكيدوا بها يعني تكون كبيره ولا تكون صغيره على حسب الكميه اللي حابين تحضروها تاع القطايف انا راح نكيل بهذا الكاس شوفوا انا كيد بهذا الكاس شوفوا واش درت هنا عندكم زوج كيلات ولا زوج كيسان تاع فارينه نص كاس اللي كيتو به الفارينه راح تكيدوا به جميع المقادير عندكم قلنا زوج كيسان تاع فارينه عندكم هنا نص كاس تاع سميد يكون متوسط زوج مغارف كبار تاع السكر عندنا هنا كذلك علبه تاع الياورت الطبيعي وعندكم كذلك هنا نص مغرف صغيره تاع خميره الحلوى ولا خميره كيميائيه لا ليفيغ شيميك عندكم مغرف صغيره لا ليفيغ دو بيير ولا خميره تاع الخبز وعندكم كذلك هنا مغرف صغيره تاع بيكربونات مغرف صغيره كذلك تاع فانيليا هذا بالنسبه للعجينه بالنسبه للحشو تاع هاد القطايف هنا عندنا كميه تاع الجوز وانتم ماشي شرط عليكم ديروا جوز تقدروا ديروا كاوكاو تقدروا ديروا لوز تقدروا ديروا يعني الشيء اللي حبيتوه انتم انا هنا نستعمل كميه تاع الجوز اللي كنت حمصته ورحيته من قبل وعندي كذلك الحشو كميه تاع السكر نقولوا زوج كيلات تاع الجوز نص كيله تاع السكر وعندكم مغرف كبيره تاع القرفه اللي حيعطيها بنة خاصه ونسحقوا كذلك العجينه الكيسان تاع الماء باش نشمخوا هذه العجينه وكذلك كما راكم تشوفوا هنايا طيبت من قبل ما تبدا الحصه كنت طيبت السيرو ولا القطر كما يقولوا الشرق الاوسط القطر ولا السيرو اللي تكونوا طيبتوه من قبل اللي كنا تكلمنا عليه عده مرات وحضرناه عده مرات اللي هو زوج كيسان تاع السكر زوج كيسان تاع الماء نص حبه قارص وتخليوه حتى يعقد تماما هاو اللي كان فوق النار نخليوه يعقد تماما ان شاء الله المقادير مشاهدينا الكرام مفهومه وواضحة هكذا نروحوا لطريقة تحضير هذه القطايف
راح تشوفوا حلوة بنينة. وش راح ندير هنا؟ راح نحط هنا زوج كيسان تاع فارينة، نزيد قلنا نص كاس تاع سميد يكون متوسط، وقلنا كذلك زوج مغارف كبار تاع سكر، وهذا حنخليه للحشو. نزيدوا خميرة تاع الخبز، خميرة تاع الحلوى، عندنا كذلك شوية تاع بيكربونات، وعندنا فانيليا. هنا شوفوا راح نخلط جميع هاد المقادير كما راكم تشوفوا. ان شاء الله مانيش نزرب، راني يعني نحب حبه هكذا باش تدونوا كل المقادير وطريقه التحضير تاع هاد القطايف بنان بزاف. نوصيكم انكم تجربوها في الدار، راح تشوفوا النتيجه اللي تتحصلوا عليها. شوفوا هكذا دونك الكاس اللي كيلت به فارينه والسميد راح تكيلوا به 3 كيسان تاع الماء. هذا واحد، نزيدو ثاني والثالث. هكذا ونخلطوا. هكذا بهذه الطريقة. شوفوا هنا هاد العجينة تبدأ تتقال، قد ما تخلطوها راح تتقال. هكذا نخلطو مليح، ومن بعد واش راح ندير مشاهدينا الكرام؟ ناخذ البلندور تاعي، راح نحط هذه العجينه باش نزيد نخلطها باش ما تحصلوش على هذوك الحبيبات الصغار. نحطوها هنا، وراح نخلطها مدة دقيقة. شوفوا هنا قلنا بعد ما تخلطوا العجينه راح نردها. شوفوا هنا قلنا تحصلوا على عجينه اللي ما فيهاش هذوك الحبيبات. شوفوا مشاهدينا الكرام هاي لك العجينة تاعي، سهلة ما تطلبش بزاف منكم الوقت.
واش راح ندير درك؟ شوفوا هنا حطيت مقله خليها تسخن، وانا فضلت نستعمل هذا القالب باش هاد القطايف يجوني كامل على حبه. نحطها هنا شوفوا، ونبدا نطيب القطايف تاعي. هنا راح نبدل هذا الغراف، قلنا نحطوا هذا القالب هكذا، نبداو نطيبوا القطايف تاعنا. هذا كل مره تجيو طيبوا لازم تخلطوا العجينه تاعكم. شوفوا هكذا، ونحط لازم يجوا شويه خشنه هكذا، ونخليهم يطيبوا. شوفوا انا نخلي القطايف تاعي يطيبوا، في نفس الوقت راح نحضر الحشو تاعي. واش راح ندير؟ قلنا نحطوا كميه تاع الجوز، ونحطوا كميه تاع السكر، قرفه. هنا القرفه على حسب الذوقه، اللي ما حبيتوش ديروا قرفه ما ديروهاش. هاكذا نخلط مليح، راح نزيد الياورت الطبيعي، وراح نزيد كذلك هنا زيت الجوز اللي راح تعطيها بنة كبيرة تاني هكذا. هذا هو الحشو اللي راح نحطه في القطايف. شوفوا هنا القطايف تاعي بداو يشدوا روحتيهم. عامليك هام ليك القطايف تاعي، شوفوا لازم يكونوا هنا متقوبين. هكذا، وتكملوا العمليه حتى تكملوا كامل العجينه تاعكم. شويه ونخليها طيب، ما تاخذش وقت كبير باش تطيب. من بعد واش راح ديروا مشاهدينا الكرام؟ هنا قلت لكم السير لازم تطيبوه من قبل وتخليوه يبرد شويه، ولازم يكون سيرو عاقد، ما لازمش يكون سيرو يعني ولا شربات، لازم يكون عاقد كيما العسيله. تخليوه يبرد شويه. شوفوا واش راح ندير، ناخذ القطايف تاعي، شوفوا مع الاول تحسوهم شويه يابسين، من بعد ما تنحيوهم شوفوا يبداو يطراو، ولازم يجيكم هكذا. واش راح ديروا؟ شوفوا نحط كمية تاع الحشو هنا هكذا، ونغلق على هاد الحشو هكذا، نعبزو مليح. هكذا بهاد الطريقة، حاولوا انكم تغلقوهم مليح هاي لك. هذا مشاهدينا الكرام حتى تكملوا كامل الكميه تاع العجينه تاعكم، ورايحين تفرسيوها ولا تعمروها بهذا الحشو. بعد واش راح نديروا؟ راح ناخذ هذا الصحن اللي يدخل للفرن، نحطهم هنا بهذا الشكل، وراح نفرغ عليهم
هذا السر اللي كنت طيبتوه من قبل قلت لكم تخليوه يبردوا يبرد عفوا، ومن بعد ما تشربوهم بهذا السيرو راح ندخلوهم للفرن على درجة حرارة 170 درجة مدة 5 دقائق حتى 10 دقائق يشربوا هذاك السيرو، وتخرجوهم ورايحين تزينوهم بالفستق الحلبي ولا البيستاش وتقدموهم. مشاهدينا الكرام راح نكمل الكيفية تاعي وراح نروحوا فاصل قصير ونعاود نولي وراح نشوفوا الشكل النهائي لهذه الكيفية. خليكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا احلى قطايف لنهار اليوم اللي حضرناهم مع بعض، شوفوا هنا بعد ما طيبوا القطايف تاعكم رايحين تفرسيوهم بهذيك هذاك الحشو اللي كنا حضرناه. قلنا الحشو تعملوا اي شيء يكون عندكم في الدار، تقدروا تعملوا كاوكاو، تقدروا لوز، جوز، يعني شيء يكون عندكم. بعد ما تفرسيوهم تكونوا جبتوا القطر ولا السيرو يكون ثقيل، من بعد رايحين تحطوهم في بلاط تاع غراتان اللي تحطوهم كامل تسدفوهم، ورايحين تسقيوهم بهذاك السيرو. من بعد ما تسقيهم راح ندخلوهم للفرن وتخليوهم مدة حتى يشربوا هذيك القطر تاعهم، وتخرجوهم وراح نزينوهم بشوية تاع الفستق الحلبي وتقدموهم. إن شاء الله مشاهدينا الكرام خذيتوا كل المقادير وطريقة التحضير تاع هذه الكيفية وجربوها، ما كنتوش رايحين تندموا عليها. ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحة. مشاهدينا الكرام تهلاو لي في روحتكم، تهلاو في صحتكم، والسلام.